نذهب إلى ما سجله الذهب اليوم سعرا قياسيا جديدا بلغ حوالي 2609 دولارات للأونصة، فيما عزز احتمال خفض جديد في الفائدة الأمريكية الطلبة على المعدن الثمين. بلغ سعر الذهب 2609 دولارات و74 سنتا للأونصة بعد يومين من خفض الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ انتشار وباء كوفيد-19، والإشارة إلى أنه قد يقر المزيد من التخفيضات.